وبمناسبه الابطال، احنا في فريق كده احنا عارفين ان هم الابطال بتوعنا، ان هو اللي رافعين راسنا طول الوقت، لدرجه انه في فترات هتلاقي انه في كل انتصار ليهم اللعبه دي تتحول الى لعبه شعبيه والاطفال يحبوا يلعبوها حتى في الشارع. طبعا انتوا عرفتوا بتكلم عن مين، منتخب المصري لكره اليد اللي حقق النهارده انتصار مهم في مبارياته اللي كانت في افتتاح دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو النهارده. النهارده كانت النتيجه بصراحه وقعت قلبنا، لانه النتيجه لحد اخر وقت ما كانتش حسمت، كانت 37-31 على نظيره البرتغالي، ودي منافسات المجموعه الثانيه، وبكده الفريق المصري بيتصدر المجموعه. مجموعتنا بقى فيها مين؟ فيها السويد والدنمارك واليابان والبحرين، بالاضافه لمصر والبرتغال. اعتقد انه بتجاوز الفريق الصعب اللي هو البرتغال، يعتبر انه مصر قريبه جدا من انها توصل لربع النهائي في البطوله وتتاهل انها تواجه الدنمارك المباراه اللي جايه يوم الاثنين. بطبيعه الحال اليد، السكواش، في كده رياضات احنا عارفين انها بتاعتنا حبيبتنا يعني، فخلونا نسمع اكتر من المهندس هشام ناصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك في حضرتك، مبروك هنا والمصر كلها، وان شاء الله نكون زي ما حضرتك قلتي سبب اسعاد للجماهير المصريه وللشعب المصري. لا هو انتوا دايما بصراحه، انا كل ما بشوف الفريق بقعد اقول احنا ليه ما بنتفرجش على كره اليد طول السنه؟ لكن احنا عايزين بس بمجهوداتكم كده المره دي بعد ما تحققوا لنا فوز كبير نرجع نخلي اللعبه دي لعبه مصريه شعبيه وعدد اكبر من الناس يحبوها. ان شاء الله ده احنا عندنا هدف كبير للموضوع ده، وان احنا نوصل لكره اليد ان هي تبقى اللعبه الشعبيه الثانيه. اكيد بذلنا مجهود كبير جدا عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها ديت، وطبعا ده بمجهود وتخطيط طويل الاجل كان من الثمار بتاعته سواء على مستوى الناشئين او الكبار، نتائج الحمد لله اكثر من رائعه. يا رب ان شاء الله يتوجوا في الاولمبياد بافضل نتيجه. انا دايما يعني ببقى متحفظ شويه في طموحاتي بحيث ان احنا نوصل دايما لابعد نقطه ممكنه في الاولمبياد. احنا كنا في كاس العالم خلاص قربنا نلمس المنصه، لكن الحمد لله الاداء كان اكثر من رائع، لكن لانها لعبه ولانه ده متوقع ولانه احنا بالضبط. وقتها كمان كنا في ظهر الفريق لان شفنا اداء بطولي الحقيقه بالظبط. الدوله كلها بصراحه بكل جنباتها سواء من الشعب او من الحكومه ممثله بوزاره الرياضه، ودعم الرئيس السيسي لينا بصراحه لما بعت لنا رسالتين، اول مره تحصل في تاريخ ان رئيس الدوله يبعت رسالتين لفرقه واحده في اثناء بطوله، وده دليل على الحمد لله الاولاد كانوا عاملين شو كويس جدا يعني. اتمنى ان ده يتكرر ان شاء الله في الاولمبياد ان شاء الله. يعني اجابه يعني جميله ومريحه، اعتقد مريحه لينا وليهم، انه حضرتك بتقول ان احنا نوصل لابعد نقطه، مش لازم نبقى بنوعد بوعود كبيره ولو انه انتوا قدها ان شاء الله. احنا انا رايي الشخصي احنا عندنا ثلاث محطات مهمين، كان من اخطرهم في الثلاث محطات دول البرتغال مثلا. البرتغال كان عامل مفاجاه في بطوله اوروبا ومستوى رائع، كونك انك تكسبهم بهذا الفارق ويعني بالمستوى الرائع، انا شخصيا كلاعب هاندبول سابق كنت مبسوط جدا من اداء المنتخب، حاجه اكثر من رائعه، فعلا بقى بنلعب كرة يد حديثة جدا جدا جدا، فالحمد لله وصلنا لهذا المستوى. وده يخليني اسال حضرتك عن مقابلتنا مع الدنمارك، واحنا خرجنا من الدور ربع نهائي امام الدنمارك برضو في كاس العالم، ففي رهبة او في تخوف ولا لا؟ لا احنا وصلنا بقى لمرحلة في الاداء ان ما بقاش عندنا رهبة من الفرق الكبيرة. حضرتك شفت ماتش الدنمارك اللي كان في البطولة، وماتش السويد برضو كان دول قمم، الفرقتين الوحيدين اللي كسبونا في بطوله كاس العالم هم اللي لعبوا الفاينل. لعبوا فاينل كاس العالم بزرق. فما بقاش عندنا الرهبه دي الحمد لله، لكن احنا كل مدى وبنتعلم. دايما كنا بننصح اللعيبه بتاعتنا ان ركزوا في العشر دقائق الاخيره ولازم تبذلوا اقصى مجهود. دلوقتي النصيحه ما بقتش كده، مش 10 دقائق، ده الاخر ثانيه في المباراه لازم يكون التركيز عالي، وكرة واحدة تبعدك عن الميدالية وكرة واحدة هي اللي تقربك، فلازم نسبة التركيز تبقى عالية على طول لغاية آخر دقيقة في المباراة. لكن الثلاث محطات اللي أنا بتكلم عليهم هي البرتغال
واليابان والبحرين. الثلاث ماتشات دول لو كسبناهم ضمننا ان احنا نروح للدور اللي بعد كده، لكن كل ماتش بنكسبه، احنا لو كسبنا اثنين هندخل كرابع، كسبنا ثلاثه نخش كثالث، كسبنا اكتر كل ما نطلع في الترتيب بتاع دوري المجموعات لليفل اعلى، من الناحيه الثانيه هتلاعب الفرقه الاضعف. لكن كل ما ترتيبك يتاخر هتلاعب الفرقه الاقوى. بالظبط. فهم الولاد مذاكرين هذا الكلام، واتوقع ان شاء الله ان هم يعني هيبسطوا المصريين ان شاء الله كالعاده. انا متاكده واي نتيجه يحققها رجالتنا في كره اليد هتبقى زي ما حضرتك قلت نتيجه مفرحه، بس احنا متوقعين لهم حاجه كبيره المره دي. بس دكتور شان بسرعه عايز اسال حضرتك يا باشمهندس على كم في الميه من اللاعبين هم اللاعبين اللي كانوا في بطوله العالم لكره اليد؟ 100%. 100% يعني هو نفس الفريق. بس بالمناسبه احنا حبيناهم وعرفناهم وحفظنا اساميهم. ف دول اقل، لان الاولمبياد بيبقى عدد اللاعبين المسجلين 14 لاعب فقط. في كاس العالم بيبقوا 18. ففي اربعه ما راحوش، لان ده السيستم بتاع الاولمبياد، انت بتروح بعدد اقل. بحد ففي حد اقصى. في لعيبه كمان اشتركوا في كاس العالم ما راحوش الاولمبياد. لكن البركه في الموجودين بقى، البركه فيكم، وان شاء الله تحققوا فوز مستحق. بشكرك شكرا جزيلا المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد. في ناس كده تفرح بالمناسبه، يعني كتير من الاهالي حسوا بغيره. انتوا عارفين الاهالي دلوقتي اتغيروا، احنا اتغيرنا قوي عن زمان. يعني كان زمان الاهل يقول لك انا عايز ابني يطلع دكتور ومهندس، والكلام القديم ده تغير تماما. في دلوقتي اب وام يقول لك لا انا عايز اركز في رياضه وعايز ابني يطلع بطل في رياضه ما. في الاغلب بيبقى عايز يطلع بطل كوره عشان هو شايف ان هو بيكسب كتير. لكن على كل حال في اهالي كتير او في اولياء امور كتير شايفين انه مسار الرياضه في حد ذاته ده نجاح كبير قوي في حياه اي شاب، ومعظمهم بيبقوا ناجحين في حياتهم كمان العلميه مش بس في الحياه الرياضيه. فاللي كان ملفت جدا انه فريق كره اليد كان من الناس الملهمه كده، انه ناس كتير قوي اتشجعت تخلي ولادها يلعبوا هاند بول ويلعبوا كره يد ويبقوا نفسهم يشوفوهم زي الشباب اللي زي الورد. بصوا عليهم وتابعوهم وشوفوا اخلاقهم حتى في الملعب، لا مستوى تاني من الاحتراف والاحترام. كل التوفيق ليهم يعني.